كشف مصير قوات هاشم الأحمر والمهمة التي أسندت لها في عدن، تفاصيل جديدة وعاجلة فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نفت وزارة الدفاع في حكومة معين سحب قوات المنطقة العسكرية الأولى المنتشرة في وادي وصحراء حضرموت إلى محافظتي الجوف ومأرب كما يسوق المجلس الانتقالي. وأفادت مصادر بالوزارة بأن اللواء 141 التابع لهاشم الأحمر لم يتم نقله إلى الجوف، وإنما تم نقل عددا من وحدته إلى عدن في وقت سابق بغطاء سعودي، مشيرة إلى أن اللواء يقوم حاليا بتأمين وجود هاشم الأحمر المتوقع تعيينه في منصب رفيع هناك. وكانت قوات كبيرة غادرت الوديع قبيل عودة المجلس الرئاسي من السعودية قبل عيد الأضحى، والقوات خليط من قوات هاشم وأخرى من القوات السعودية.